هذه هي النتيجة لأمطار غزيرة اليوم الجمعة. إذا نتيجة صور لكم هذا الواد كما كتشوفوا، اللهم بارك الربيع، ناظر الربيع تبارك الله في الواد وفي هذا المكان رائع جدا. ها انتم اخوتي، ها شوفوا تبارك الله، ها غادا ديوي غادا يفربي هوني في الرويضة وسكين غدا القندرتان. لا يفولكي يفولكي يا يفولكي ما تزيان. السلام عليكم اصدقائي، فيديو جديد واليوم جديد. حاليا اخوتي كنتواجدوا في طنجة، هالمكان فاش كنتواجدوا جينا باش نكتشفوا لكم الاجواء ديال امطار غزيرة، حيت كانت الشتاء مع 8 مع 9 مع 10 كانت واحد العاصفة رعدية مجهدة، وجينا باش نشوفوا الواد اللي كاين بهذا الاتجاه واش جاب الفيضان ولا ما جابش الفيضان. على حسب التجربة ديالي كنقول بأنه ما غاديش يجيب الفيضان، حتى إلا جاب يجيب واحد شوية. إذا عليكم هو تبعوا الفيديو من البداية حتى النهاية، اشتركوا في القناة ديالي، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد، وجمعة مباركة. خرجنا اليوم الجمعة بعد أمطار غزيرة وقررنا باش نشاركوا معكم هذه الجولة الرائعة جدا، فرجة ممتعة. ايوا كما كتشوفوا معنا بعد امطار غزيره خاص في طنجه، هذا هو الواد كما كتشوفوه جاب واحد شويه. غادي نحاول نقربوا لكم الواد ان شاء الله ونشارك معكم ما افضل ان شاء الله بحول الله. هذا الواد ديجا صورناه جاب الفيضان ديال بصح، وحاليا جينا باش نصوروا لكم ونكتشفوا بعد الامطار غزيره. اللهم بارك الله يصلح. ها التيتيس ديال طنجة، ها كما كتشوفوا التيتيس نديرو ستوري. كيف الله شحال زوين هذا التيتيس. إيوا كيما قلنا خوتي هذا هو الواد كما كتشوفوا، غادي نحاولوا نشوفوا الواد واش جاب الفيضان ولا ما جابش الفيضان. إذا أنا رأيي ما جابش الفيضان، جاب واحد شوية، وغادي نشاركوا معكم هاد الشوية. ها شوفوا تبارك الله، ها يوديميك يودو كان يميك، يوديميك اي ربي السلام. والله اذا هاد التراب ديال طنجه كتزلق، اذا نتمنوا ان شاء الله يكون خير، هادشي كنتمناو. وغادي نشارك معكم هذيك البلاصه اللي فيها واحد الشويه، فيها غير واحد الشويه، غادي نشاركوا معكم. اللهم واحد الشويه ولا كاع والو. اذا التراب ديال هنا كتزلق، انت ما خير تايا تبارك الله، ينكر الربيع. ايوا كما كتشوفوا هذا هو الواد كما كتشوفوا، اللهم واحد شويه ولا كاع والو. اذا هذه هي النتيجه لامطار غزيره اليوم الجمعه. اذا نتيجه صورنا لكم هذا الواد كما كتشوفوا، اللهم بارك الربيع، ناظر الربيع تبارك الله في الواد وفي هذا المكان رائع جدا. ها انتم اخوتي، ها شوفوا تبارك الله، ها ها غادا ديوي غادا يفربي هوني في الرويضة وسكين غدا القندرتان. لا يفولكي يفولكي يا يفولكي ما تزيان، اسيفايا ما تزيان يفولكي تبارك الله. هاك اللي تزرب الخيرات، اش كدا ديوي اش كدا كان النتيجة ومزر اللي زرين، حيت لو كان يزرو مزر بزاف لا ديوي بزاف للفيضان. ايوا اش غادي نقول لكم، اجواء ما تخيلوش شحال زوينه، رائعه جدا ممتعه خاص في طنجه. والنتيجه ديال الواد هي هذه كما كتشوفوا، لو كان كانت العاصفه رعديه مجهده ربما 100 مليمتر في طنجه لو كانت تشوفوا هذا الواد عامر بالسيول والفيضان، لو كان غير 60 مليمتر 60 مليمتر غادي تشوفوا هذا الواد من تما حتى لهنا، كون على يقين هاد المكان كله كيوصلوا للواد. اذا اش غادي نقول لكم، مكان رائع جدا، مكان ممتع تماما، عجبني هنا. اش غادي نقول لكم، حاجه اللي عجبتني بزاف هو كنكتشف هاد الواد، كنكتشف الربيع، كنكتشف بزاف ديال الحوايج الزوينين خاص في هاد الواد. راه برا القضيه زوينه. اش غادي نقول لكم، حاجه زوينه بزاف في طنجه هو الطبيعه، عندهم الربيع، عندهم هادشي زوين، نكالم الهواء نقي، كلشي زوين في طنجه. اللهم بارك يا ربي تحفظ طنجه، يا ربي تحفظ طنجه.
اذا اش غادي نقول لكم، خرجت باش نشارك معكم اجواء ديال امطار غزيره ومكان رائع جدا، وفي نفس الوقت الشجاري اللي كيعجبو بزاف ها هما كاينين في هذا الاتجاه. اذا اش غادي نقول لكم، اجواء رائعه جدا. هذا المكان ديال الواد، اذا ديك المره جينا باش نصور لكم الواد راه شفتوه دابا هذا المكان ديال الواد، البلاصه ديال الواد. اذا الواد داز قبيله بعد دقائق تقريبا داز شويه ديال الواد، اذا هذا الشيء اللي كاين. اللهم بارك، شوفوا تبارك الله. ايوا اش غادي نقول لكم، الناس كيدوزوا فوق القنطره، الناس كيستمتعوا. هاتيتيس هاتيتيس، اش هاد الشيء؟ قوريه هادي ولا طنجاويه؟ ناريه ناريه ناريه، هادي طنجاويه ولا قوريه؟ هاك هاك القلبينو، هاك هاك تايري تنغيخ تايري تيري 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 زود الموت. اي هاي هاي المليح تبارك الله. اذا اش غادي نقول لكم، اجواء رائعه بعد الامطار غزيره كيف كتشوفوا. اذا خرجنا باش نتساراو وفي نفس الوقت نشاركوا معكم الاجواء بعد الامطار غزيره اللي دازت هنا. اللهم بارك، وفي نفس الوقت شوفوا شوفوا تبارك الله، اجواء ما تخيلوش شحال زوينه، طبيعه الربيع تبارك الله ممتع. وفي نفس الوقت التراب ديال هنا كتزلق، كتزلق التراب ديال هنا. اذا نتمنى التشجيع ديالكم، نتمنى البارطاج ديالكم. هذا هو الواد، اللهم بارك. طنجة هذا المكان ديجا صورناه، ايوا هاي الترومبية. تبارك الله، غادي نصور لكم هاد الاتجاه. ايوا هذه القنطره كما كتشوفوه باش تعرفوا بانه فيضان ما كاينش، هذا واد. اللهم بارك. وفي نفس الوقت حنا قلنا لكم ماشي غادي نبارطاجيو معكم الفيضان 100%، ولكن خرجنا باش نكتشفوا لكم بعد الامطار الغزيره اللي دارت طنجه. هذا هو الواد كما كتشوفوا، واجواء ممتعه اجواء رائعه. اش غادي نقول لكم، هذا الشيء زوين تبارك الله كما كتشوفوا. اللهم بارك، ما تخيلوش شحال زوين هنا، ما تخيلوش شحال زوين هنا. هذا واد، اللهم بارك، كل شيء زوين. وهنا كاينين تيفوناسين، تيفوناسين كاينين هنا في هذا الاتجاه. الله الله شحال زوين هذا الشيء. اش غادي نقول لكم، ملي كتكون الشتاء كيكون بزاف فرحان، وبزاف بحال البوبوش تنزل الشتاء يخرج ها الشجر اللي كيعجبو بزاف. ها هما هاي 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 مليحه يا الله بلا المليح، طنجه المليح. يكمي بزاف انا نقيسي فا اميار بزاف طنجه. ما سولينا بزاف يفا المليح يفا يساف يفا الطبيعه بزاف راغي ديغيمي راغي ديعيش. ايوا كما كتشوفوا غادي نحاول نخليكم هنا، انا مغامر راه معروف فيا هادشي، مغامر انا واخا كاع نزلق انا في الطراب ماشي مشكل. هادي طنجه، استمتعوا ليا مع راسكم. ها كاين واحد الواد صغير هنا في هاد الاتجاه. هاد المكان كيكونوا فيه تيفوناسين، بعض المرات كيكونوا تيفوناسين، تيفوناسين كيكونوا هنا في هاد البلاصه. ايوا اجواء كما كتشوفوها، تراب كي دايره، التراب ديال هنا كتزلق. شوفوا الربيع تبارك الله، ورا هذا الربيع تبارك الله. شوف حنا الهدف ديالنا هو نشارك معكم في نفس الوقت بعد الامطار غزيره. شوف التراب ديال طنجه كتزلق. ايوا عجبني هنا، كنستمتع حتى انا كنكتشف هذا الربيع، كنكتشف هذه الطبيعه، حيت الصحراء المغربيه ما فيهاش الطبيعه، وفي نفس الوقت هنا فيه الطبيعه وعزيز عليا نجي نتسارى في هذا المكان رائع جدا. شوفوا شوفوا واحد الشجره، النوع ديال هذه الشجره هذه ماشي ارقر، ما عرفتش شنو سميتها. ايوا اجواء ممتعه اجواء رائعه جدا. اذا خرجنا باش نستمتعوا ونبدلوا الجو، وفي نفس الوقت هذا المكان كله رائع جدا، مكان ديال تيفوناسي. نعم
اي هاي 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 ايوا نتمنى العشاء ديالكم الاشتراك في القناة تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. تحياتي طنجة المغرب.